السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناة مع الشيف احمد للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. لا فيديو تاع اليوم بزاف مفيد، راح نعطيكم سر من اسرار مركز البرتقال بمقادير مضبوطة. يعني كيلو تاع البرتقال راح تخرجوا به 6 لترات العصير كيما لقاوه في المقاهي هذاك تاع الماشينة. يعني الوصفة هذه الناس اللي يحب تخدم تاع الماشينة وعندهم هذيك الماشينة راح يستفادوا منها. هذه هي راح يخدموا تاع 6 لترات، وانتم اللي راكم في الدار واش راح نستفادوا؟ راح نستفادوا من المركز، من العصير، وكيفاش نحتفظوا بالمركز وكيفاش نكيلوه في علب وشحال الجراماج اللي راح نديرو. هذه هي بالنسبه للناس اللي تحب انه تخبي المركز يعني في المجمد. هذه هي كيما على بالكم، عندما تحبوا تجبدوا عصير تجبدوا علبه كيما هذه، نقول لكم شحال تزيدوا الكميه تاع الماء وعندكم لتر تاع العصير. هذه هي دوكا الوصفه هذه بزاف مهمه، ديروا لنا غير لي جام يعني تحصلوا على عصير بالطبع. راح نعطي لكم بالتدقيق وشنو هو الخطا اللي طيحوا فيه بزاف الناس. شوفوا العصير كيفاش يجي كيما اللي لقاوه في المحلات هذاك تاع الماشينه، يعني تخليه يبرد وبصحتك. هذه وصفة أصيلة، مقادير مضبوطة، نتمنى منكم كامل ديروا لي جام. يعني هذه الطريقة ما راكمش رايحين تلقاوها بالميزان بالتدقيق بالمليلتر. هذه هي ديروا اخوكم دحمان صغير لي جام وبصحتكم. بسم الله على بركة الله، كيما راكم تشوفوا هنا نجي نعرفكم على المقادير، تبعوا معايا مليح وراح نقول لكم الخطأ اللي وقعوا فيه بزاف الناس. هذه هي أول حاجة عندنا الكمية تاع البرتقال. حنا شحال راح نحتاجو؟ 1 كيلوغرام تاع البرتقال، يعني 1 كيلوغرام تاع البرتقال، برتقال صافية كي نحولها كامل القشور. هذه هي ماشي 1 كيلوغرام برتقال بالقشور، باسكو كي تقشروها راح تنقص في الميزان. يعني شحال نحتاجو برتقال؟ نحتاجو كيلو ورطل. فهموا مليح باش كي نقشروها تولي عندنا كيلو برتقال صافية. هذاك الكيلو برتقال صافية واش نحتاجو معاها؟ رطل تاع السكر 500 غرام. هذه هي كاين بزاف اللي يشرو كيلو برتقال من بعد يقشروه راح يستعملوا غير الدخلاني، يديروه مع 500 غرام تاع السكر راح يجي حلو بزاف. هذا خطأ الاولاني، ان شاء الله تستفادوا معنا ودوك تشوفوا لا فيديو. نحتاجو حبيبة تاع القارص، يعني هذا ما كان واش راح نخدمو المركز. من بعد كي نخدموه راح نعطيكم الجرام شحال ديروا الماء وشحال ديروا المركز تاعكم باش المقادير تكون مضبوطة على الشعرة بإذن الله. بالنسبة للبرتقال عندنا 6 حبات، انا عندي كيلو ورطل. واش درت؟ درت لازم نغسلوها مليح القشرة تولي شويبة. البرتقال هذه راهي دير 11 في الكيلو، يعني تاع ماكلة وتاع عصير في الشباب. هذه هي اغتنموا الفرصة. البرتقال تاعنا مغسولة، واش نديرو لها؟ نجيبو سكرفج، نجيبو ليان ونسكرفجو البرتقال تاعنا. هذه هي بالنسبة للسكرفج، ما تدخلوش حتى لداخل باش ما نقيسوش هذيك القشرة البيضاء وما تعطيناش المرارة. يعني هكذا نكتفي، هكذا باش نروحو غير الزاز تخفيف ظريف، هكذا تبقى بهذا اللون، هكذا ما تدخلوش كامل للداخل. سكرفجتها كامل يعني جوزتها خفيف ظريف. هذه هي ما قصحتش مليح في الزاست، ما عندنا ما راح نديروه بكميه كبيره باش نوصلوش لهذاك البيض ما يعطيناش المروريه. هذيك الحبيبه تاع القارص زد درتها معاهم راهي واجده. دوك هنا واش راح نديرو؟ راح نجيبو المستعنة ونبداو نقشرو في هذيك التشينه. لازم ندخلو هكذا حتى لتحت كامل. شوفوا كيفاش هكذا يا خفيف ظريف هكذا. انا نشوفو القشرهم لك نحوهم كامل ونزيدو نقيو لهم مليح كامل هذه البيوضيه. هذه البيوضيه لازم تتنقى كامل. هذه هي كان هنا واش راح ندير؟ نكمل كامل حبيبات ونعاود نولي لكم. كما كملت قشرت كامل التشينه، شوفوا القشور شحال راهم بزاف. يعني شتقلت لكم كي تحوسوا على كيلو برتقال مع رطل تاع السكر لازم كيلو ورطل تاع التشينه. هذه هي انا جاتني كيلو سوا سوا مع هذيك الحبه تاع القارص، قطعتهم كامل هكذا مربعات. كي تقطعوهم احكموا موس هكذا كيما زمان وقطعوها مربعات. علاش؟ باسكو كي تبداو تقطعوا فيها يبدا يسيح الجو تاعها. ما تقطعوش في حطبه باش ما يسيح لكمش الماء في الحطبه. حنا نسحقوه كامل هنا يعني برجو هكذايا موس خفيف ظريف على طريقه لعج جاهز. هذه هي دوكا هنا الكيلو تاعنا راه واجد. واش راح نضيفوا له؟ هذاك الزاست هكذايا نحطوه كامل هنايا، هذا اللي راح يزيد يعاونها ويعطيها بنه اعلى بنه. دوكا هنا واش عندنا؟
عندنا كيلو تاع البرتقال صافي مع هذيك الحبيبه تاع القرص والزاز تاعها. شوفوا ما شاء الله، قلت لكم كي تربيوه ما تدخلوش الكامل لهذاك الابيض. هذه هي واش راح نديرو، نجيبو هذيك ال 500 غرام تاع السكر وندفقوها كامل. بعد ما حطينا الكميه تاع السكر يعني الخلطه تاعنا راها واجده. دوكا واش راح نديرو، نبقى نقلب بهكذا خفيف ظريف حتى يدوب لي كامل السكر ونعاود نولي. بعد ما خلطتهم جيدا وخليتهم يرتاحوا حوالي نصف ساعة، شوفوا البرتقال تاعنا كيفاش تتعسل وتطلق السيرو تاعها مع هذاك السكر. دوكا بعد ما حطيناها في الكسرونة قلت لكم خلوها مدة مليحة باش السكر كامل هذاك يذوب، عندما يطيب ما راح يتحرق ما والو، والنتيجة تجي ما شاء الله. الصورة راهي واضحة قدامكم. دوكا واش راح نديرو، نحطوها غير على نار قليلة ونخلوها تطيب مدة تعطيها من ربع ساعة ل 20 دقيقة. عندما تشوفوها دارت كما يقول لك الرغوة تاع الطبقة الأولى فوها كاع بمغرفه خفيفه ظريفه. دوكا انا نطيبها حوالي 20 دقيقه ونجو نشوفوها على بركه الله. بعد ما طابو خليتهم حوالي 20 دقيقه، شوفوا فاش راهم ما شاء الله. دوكا هنا واش راح نديرو، راح نجيبو لوبرا ميكسور ونميكسيوهم. فانا لوبرا ميكسور تاعي راهم خسر، راح ندير في الطاس نقسمهم على 3 دفعات باش ما نقويلوش ما يتخسرش، نرحيهم مليح ونعاود نولي. المركز تاعنا راه واجد بعد ما ميكسيتو كامل، شوف فاش راهو ما شاء الله. انا واش راح ندير، راح نجوزو على الصفايه باش نخرجوه. فهذه هي ندير هكذا على الصفايه تاعنا ونهبطوه كامل. عندما نهبطوه هنا كيما يقول لك اكرازي حتى يهبط مليح. ما صفينا المركز تاعنا يعني مليح نعصروه، راهو واجد. شوفوا كيفاش يجي، يجي هايل وبالطبع صافي وافي. دوكا انا واش راح نديرو، راح نجيبو الميزان تاعنا. بالنسبه للميزان هاوليك قدامكم في الصفر، راح نجيبو العلب. قلت لكم العلب هذا خمسة يديرو 15000. هذه هي راح نحطو العلبه تاعنا في الصفر ونوزنو بالغراف. شحال نوزنو؟ 200 غرام. هذه هي تاعي نزيدو غريرف تاعي ونزيدو. يعني هكذا 200 غرام ما تزيدوش. دوك هنا واش راح ندير، نعمر كامل العلب تاعي على 200 غرام ونعاود نولي لكم. بعد ما عمرنا المركز تاعنا في العلب الصغيرين كيما راكم تشوفوا، كل علبه فيها 200 غرام يعني المجموع كيلو 200. هذه هي، هذه شحال تخرج لكم بالنسبه لاصحاب المحلات اللي يديروا في هذيك تاع الماشينه المقادير هذه تضربهم في 5 لترات تاع الماء. دوك نعطيكم نتوما الطريقه الصحيحه باش تخرجوا 6 لترات مضبوطين. واش نحتاجوا، علبه منها فيها 200 غرام مع 800 مليلتر تاع الماء بارد، نميلونجيوهم كامل ونتحصلوا على العصير تاعنا. هنا راح نرفد علبه، راني مكيل 800 يعني لتر تاع ماء غير كاس تنقصه. هذه هي نحطوا هنايا المركز. بعد ما حطيناه وخلطناه مليح، شوف اللون تاع العصير تاعنا كيفاش ولا ما شاء الله، والبنة ما شاء الله كيما نلقاوهم في المقاهي. هذاك العصير اللي يدور في الماشينه هذا هي. وبالنسبه تاع المقاهي كاين اللي يخليو له شويه زست مفتت، لو كان نتوما تحبوه صافي وافي اللهم بارك، تحبوه بالزست تقدروا تخلو شويه تاع الزست. هذه هي بالنسبه للمركز راهم واجدين. هنا واش راح نديرو، نعمروا القرعه تاعنا نخلوها تبرد ونجو نشوفوا كل حاجه في النتيجه النهائيه. وصلنا للنتيجة النهائية، العصير تاعنا بعد ما خليته برد راهو ما شاء الله، المركز راهو باينة. عندنا 200 غرام في العلبة، كي تحب تشرب ريتلا تاع العصير تجبد علبة فيها 200 غرام مع 800 مليلتر ماء بارد، تحرك مليح العصير تاعك راهو واجد. بالنسبة للناس اللي تحب دير ديريكت موس تاع لترات، هذيك الكمية كامل تاع المركز تحكم 5 لترات تاع الماء أو 4 لترات و 800 مليلتر، تخلطهم بيا العصير تاعك راهو واجد. يعني وصفة مضمونة على خوكم دحمانوس. هذه هي، وحنا الجزائريين كنت تعرفوا ما نتفاهموش على السكر. دوكا الا والديكم كبار تقدروا زعما نقولوا تزيدوا كميه تاع الماء، نتوما تشوفوا يعني هذه الوصفه ما تبدلوهاش، خاصه الناس اللي يخدموا في المقاهي باش تجيكم بالطبع. شوفوا العصير تاعنا عندما يبرد، يعني تسربي كاس عصير وعليه الكلام صافي وافي ويحمر الوجه. هذه هي. وبالنسبه للمركز تقدروا تخدموا بزاف، تبعوا برك هذه الطريقه، ضعفوا الكميه وتخبوهم في العلب، يعني في رمضان ان شاء الله تجبدوا علبه منها تزيدوا لها 800 مليلتر تاع الماء وبصحتكم. شوفوا العصير كيفاش يجي، يعني بالطبع. هذه هي الوصفه تاع اليوم، كثروا لخوكم غير اللي جام
وان شاء الله نزيد نفيدكم بوصفات اخرى. هذه هي اخوكم دحمانوس، ما بقى لي يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديدة. سلام.